بسم الله الرحمن الرحيم. الموسيقى الإقليمي لخنيفرة الفتاتي عبد الغني. اليوم كان عندنا واحد اللقاء على أساس باش تكون واحد الحزب الإصلاح والتنمية. بالنسبة لنا هذا ما تيشكلش واحد العائق بالنسبة للحزب، لأن الآراء تختلف، وحنا بالنسبة لنا تنشوفوا على أن الحزب خص يكون عنده آراء كثيرة وأفكار كثيرة، هذا اللي كيقوي الحزب وكيخلي الحزب عنده واحد المصداقية، ومصداقية كبيرة بزاف. حنا ماشي ضد الأمانة العامة أو ضد شخص أو ضد بعض الأشخاص، ولكن عندنا آراء وعندنا أفكار وعندنا برامج اللي حنا كنحاولوا ما أمكن باش نطرحوها وتطبق. وبالنسبة لنا كنمثل الناس المكاتب الإقليمية ديال مدينة خنيفرة ككل، لأن بالنسبة لنا كاين واحد الإجماع على أساس أننا نحضروا هذا اللقاء. وحنا بالنسبة لنا إلا كانت واحد السكة اللي هي يكون فيها واحد الحوار واحد التشاور، راه ممكن تكون استمرارية ونستمروا مع الحزب. أما إلا ما كانتش هاد الفكرة ولا هاد الأفكار ديالنا حنا اللي كنطرحوها، راه ربما راه غادي تكون عندنا واحد الاستقالة جماعية من جميع الهياكل ديال الحزب ومن جميع الأشخاص راهم مستعدين، باش لأن بداية الأمر كنا تنحاولوا ما أمكن باش يكون بيناتنا تنسيق ويكون بيناتنا واحد الفكرة اللي هي أن الحزب خصو يمشي في السكة الصحيحة. والسكة الصحيحة إلى حد اليوم مش نمنا حتى شي حاجة، وهذا اللي كيدعونا باش نكونوا في هذا اللقاء هذا اللي هو ماشي ضد الحزب، ولكن هو تقوية للحزب والهياكل ديالو. شكرا. Thank you.